إدارة الديوانية تقدم استقالة جماعية تمهيداً لاستلام حسين العنكوشي رئاسة النادي. تم الاجتماع بعدم حضور سيد حسين العنكوشي للاجتماع، وصار إجراء محضر لقبول استقالتي أنا عبد الحسين كريم نائب رئيس الهيئة الإدارية، والأخ حسام عبد المسلم عضو الهيئة الإدارية، والدكتور عماد عودة أمين سر النادي، ولغرض تسليم الختم يعني طالبتهم بمحضر موقع من الأطراف الموجودة، فسيد حسين ما موجود. أنا منتظر المحضر الرسمي وقع سيد حسين على مدى سوى محضر استلام وتسليم، أسلم ختم النادي الرسمي للهيئة الإدارية. قدمنا استقالة ما ضعف له لتسيير إدارة. لا مو ضعف، بس هذا لتسهيل أمور النادي. اليوم إحنا كجمهور نادي الديوانية ننتظر من السيد حسين العنكوشي إدارة النادي أن ما يوقع بالأخطاء السابقة يعني اللي وقع بيها. نرحب طبعا بداية بالسيد حسين العنكوشي بعدول عن قرار الاستقالة واستلام زمام الأمور مرة جديدة، وإن شاء الله مثل ما قال السيد حسين العنكوشي اليوم ينكتب تاريخ جديد وصفحة جديدة لنادي الديوانية تليق باسمنا وتاريخ نادي الديوانية.